امبارح شركة ماي فنانة مكياج بلاك بينك مجموعة من الصور والمقاطع لروزي من جلسة تصوير مجهولة بفستان وردي جميل جدا، ولكن بدأ عدد كبير من المعجبين يهاجم ماي لأنها سربت محتوى حملة إعلانية لسه ما تعرضتش للجمهور، واتهموها بأنها بوظت محتوى حملة روزي الجاية. وعلى الفور وضحت ماي إن الصور والمقاطع دي كلها كانت من جلسة تصوير تيفاني أنكو اللي تم إصدارها الشهر اللي فات، وحتى روزي بنفسها شاركت صور الحملة دي. وعلى الناحية التانية انتشرت مجموعة من الصور الجديدة ليسا وهي بتعمل شوبينج مع مديرة عملها أليس في كوريا، والشيء اللي لفت انتباه المعجبين جدا ان ليسا قضت كل اجازاتها تقريبا وهي بتعمل شوبينج، لدرجة ان المعجبين بقى عندهم فضول يعرفوا حجم دولابة وخزانة ليسا قد ايه. كمان ضحك البلينك على ليسا وقال باين كده ان حسابها في البنك انهار من الشوبينج بس. وعلى الناحية التانية امبارح كل محبي كيبوب تقريبا انصدموا من خبر انفصال جيسو عن الممثل بوهيون، والسبب كان جداول عملهم المزدحمة، وده اللي منعهم يقضوا وقت اكتر مع بعض كأي اتنين بيحبوا بعض. وللأسف خبر الانفصال جه بعد اقل من 3 شهور من خبر مواعدة الثنائي، ولكن من الواضح ان كل القصة دي طلعت في الاخر مجرد تلاعب اعلامي من وكالة واي جي خططت لي كويس مع ديسباتش وقناة جي تي بي سي، وكل ده عشان يغطوا على حاجة معينة مجهولة. وباين كده ان جيسو حاولت تكشف لينا الحقيقة اكتر من مرة، ولو رجعنا كده من الاول زي ما قال ديسباتش بدأ الممثل بوهيون يوعد جيسو من شهر مايو اللي فات، ورغم كده ما كانش فيه ولا صور للثنائي سربت وهم بيوعدوا بعض طول الخمس شهور اللي فاتوا، وانتشرت بس مجرد صور فردية لجيسو وبوهيون وهو في باركن السيارات فقط لا أكتر. كمان جيسو بنفسها وضحت لينا ان كل ده تلاعب إعلامي من وكالة واي جي لما ظهرت في برنامج جينو، وقالت بالتحديد لا أريد مواعدة أي رجل لما أتعرف عليه جيدا لسنوات عديدة. ده غير ان بوهيون كل ده ما كانش بيتابع جيسو بالانستجرام ولا حتى عضوة واحدة فرقة بلاك بينك ولا حتى حضر حفل بلاك بينك الختامي في كوريا عشان يدعم حبيبته. اكتب لي في التعليقات انت رأيك كيف لعيب وكالة واي جي، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.